بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يفتتح هذا المجلس كما سمعتم لثلاثة أمور: الأول التعرف على بناء الروح، والثاني التعرف على إعادة سلامة القلب، والثالث التعرف على أسباب تنمية العقل. هذه الثلاثة هي أساس منهج أهل الله، وهي أساس منهج النبوة، وهي أساس بناء رابطة الأبوة مع البنوة كما سمعتم، ولا غير ذلك. فحيثما تعرفنا على هذه الثلاثة الثوابت وعرفناها بالطبع كما تعلمون فيما نرغب نحن فيه أن يكون بلغة الزمان ومنطق المرحلة التي نحن نعيشها وإياكم، وهذا المنطق أو هذا الأسلوب أو هذه اللغة لا تغير الثوابت، بل تساعد على إيصال الفكرة وعلى خوض المعرفة بما أنتم تحتاجون إليه في علاقتكم بالناس، أو كما سمعنا خروجكم إلى الحياة العامة، في ارتباطكم بمنهج الدعوة إلى الله مع الرجال مع النساء، مع الموافق مع المعارض، مع المحب مع المبغض، مع الراغب مع عدم الراغب. وهذه هي الأسس التي تبنى عليها بناء هذه الثلاثة الأمور. قلنا الجانب المتعلق بالروح، الجانب المتعلق بالقلب، الجانب المتعلق بالعقل. هذه الثلاثة اعتنى بها الحبيب صلى الله عليه وسلم كل اعتناء، وكانت الأمم من سابق تعتني بشيء من ذلك، ولكن ربما اعتنت بها بأساليب غير شرعية، اعتنت بأساليب وضعية. بالطبع فرق بين الأسلوب الوضعي وبين الأسلوب الشرعي. الأسلوب الشرعي المتلقى بالوحي والمرتبط بالمنهج السماوي الذي يأتي به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يسمى منهج شرعي. أما المنهج الطبعي فهو ما يطلق عليه عقلانية العاقل، أو كما سمعتم فكرة المفكر، أو أسلوب الفيلسوف، أو قدرات العبقري في أن يضع منهج أو فكرة أو نظرية أو أي شيء مما يحتاج إليه الناس مستخدمين فيها العقول، وربط العقل بالحياة، تفعيل الحياة نفسها كما يقولون في المثل: الحاجة أم الاختراع. فممكن أن يخترع أو يكتشف أو يفكر أو يستنتج قانون أو رؤية أو فكرة يخدم بها المجتمع والواقع، وربما تكون هذه الرؤية أو الفكرة مخالفة للشرع ذاته، لكنها مبنية على عقلانية العاقل، فكر المفكر، استلهامات قراءة الواقع في الحياة. هذا الدين الذي نتمنى أن نجدد رؤية الحياة فيه أو رؤية الفهم فيه، ونتعاون جميعا على إخراج المجتمعات بعمومها وإخراج واقعنا نحن من حالة الركود والإحباط والقلق والتصورات الذاتية إلى المستوى الشرعي، فيكون عندنا همة من همة الشرع، ومحبة من محبة الشرع، وانطلاقات من منطلقات الشرع، وصدق مع الله كما جاء في الشرع. والشرع هو أساسا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وذاتياته، هي الدعوة التي جاء بها الحبيب عليه الصلاة والسلام بكل ما فيها من تفصيلات. وهذا جانب. الجانب الثاني أو المعادل الثاني هي الذات النبوية نفسها، وكيف حملت هذا الهم، وكيف حملت هذه الدعوة، وكيف بنت الروح، وكيف عالجت موضوع القلب، وكيف أصلحت العقل حتى تم بهذا كله صلاح الجوارح. وبصلاح الجوارح صلح المجتمع. وهناك حديث دائما نحفظه ونكرره
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح له الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. وهؤلاء الأئمة الذين إن شاء الله ربنا يجعلنا وإياكم ممن ارتبط بهم وأحبهم وتعلق بهم، كانت وظيفتهم بالطبع صلاح هذه الثلاثة، صلاح الروح بما يتناسب مع الروح ومتطلباته، صلاح القلب ما يتناسب مع القلب ومتطلباته، صلاح العقل وما يتناسب مع صلاح العقل ومتطلباته. ويتجدد هذا المعنى مع كل زمان، ويتجدد هذا المعنى مع كل عصر، ويتجدد هذا المعنى مع كل مرحلة. وقد تسمعون مني بعض العبارات التي تحتاج إلى فك من جديد، إلى تحليل وتفصيل، ربما لأننا لم نتعود الكلام المركب أو الكلام الجديد في العبارات، الجديد في الألفاظ، الجديد في التعريفات، لكن هو لغة الإسلام. الإسلام لغته لا تنقطع ولا تقف على ألفاظ مرحلة ولا على ألفاظ زمن ولا على ألفاظ معينة في اللغة، وإنما تتجدد بتجدد الحاجة. ومن شروط التجدد أن تظل مرتبطة بأصولها ومرتبطة بثوابتها ومرتبطة بقواعدها، حتى نعلم يقينا أننا في منهج الدعوة إلى الله بالذات، لأنكم أنتم الآن تمثلوا منهج الدعوة إلى الله، وأخاطبكم باعتبار أنكم نموذج من نماذج الدعاة إلى الله. بالطبع نماذج الدعاة إلى الله هم حملة الميراث الأول، لأن الميراث ينقسم إلى قسمين. قسم الميراث الأول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهو كان أساسه الدعوة إلى الله قبل أن تأتي التشريعات، وقبل أن تأتي الأحكام، وقبل أن تأتي الأمور الأخرى التي كلفت بها الشعوب والأمم. لكن كانت هناك منهج دعوة، وكان منهج الدعوة هو المنهج الأساس في ربط الشعوب بحقائق التوحيد ومعرفة حقوق العبيد وما يترتب على ذلك من شؤون بناء الإنسان وعلاقة بالرب وعلاقة بالحياة وعلاقة ببعضهم البعض، وعلاقة الإنسان بالإنسان. هذا هو المنهج الأساس، منهج الدعوة. بعد ذلك في المرحلة الثانية، مرحلة مكة، مرحلة المدينة المنورة، جاءت مرحلة التشريع، وجاءت مرحلة التقعيد، وجاءت مرحلة المعرفة التكليفية، سواء كان التكليف بالواجبات والصلوات والعبادات والابتعاد عن المحرمات، وكذلك إقام المأمورات وما يتفرع عن ذلك مما جمع فيما يسمى بعصر التدوين. وجاء أهل العلم فيما بعد ووضعوا لنا علم الأصول، واستخلصوا من هذا العلم كل ما نحتاج إليه في مراتب الشريعة ومراتب الطريقة ومراتب الحقيقة. عملوا على هذا وبينوا لنا ذلك وشرحوه في المجتمعات، حتى بلغ عند البعض الانقطاع عن منهج الدعوة والاهتمام بالجانب التدويني الشرعي فيما يتعلق بشأن معالجة مسائل الحلال والحرام والواجب المتحتم والمندوب وإلى ذلك مما هو واجب على كل إنسان، لكن انقطعوا عند هذا وتقريره والحديث عنه، وصارت غالب المجالس تتكلم في هذا الجانب، لكن انقطعوا عن منهج الدعوة. ما منهج الدعوة؟ منهج الدعوة أن يحمل الإنسان هم الآخرين، وأن يحول ما يقرأ ويتعلم ويدرس إلى أسلوب طرح، وإلى أسلوب هداية، وإلى أسلوب إرشاد، وإلى أسلوب توجيه، وإلى إعادة غربلة المجتمع وإعادة ترتيبه من داخله، أو كما يسمى اختراق الواقع ذاته ومغالبة مواقع الشيطان والنفس والهوى والدنيا وما تعيشها الشعوب والأمم، حتى تعاد صياغة وعيها ومدركاتها وترتبط حقيقة بمنهج الدعوة إلى الله، فيصبح كل شيء في خدمة الدعوة، كل شيء في خدمة الدعوة، الدين في خدمة الدعوة، الدنيا في خدمة الدعوة، الفقه في الدعوة، النحو في لغة الدعوة، كل ما يتعلق بل الثقافة في لغة الدعوة، الحضارة والتعليم العصري في لغة الدعوة، تصبح لغة الدعوة تدخل في كل مناحي حياة الشعوب والأمم. هنا يصبح منهج الدعوة حياه الله من جديد، ويدخل هذا المعنى في مفهوم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، باعتبار تعدد الوسائل وتجددها من زمن إلى زمن ومن مرحلة إلى مرحلة ومن جيل إلى جيل. وبالطبع بطبيعة الحال
ما من شجرة تنبت إلا وتكبر تكبر حتى تنقعر وتذهب، لكن يظهر في هذه الشجرة نبتة وتخرج منها بذرة، والزهرة تتحول إلى ثمرة، وهكذا تأتي قضية الاستمرار من زمن إلى زمن ومن عصر إلى عصر للشجرة ذاتها، ولمدلول ما فيها من حلاوة إن كانت حلوة أو حامضة، إن كانت حامضة ومرة إن كانت مرة، ولا فرق بين الحامض والحلو والمر فيما يتعلق بشأن حاجة الناس إليه. لا يعنيك أن تكون كل الشجيرات في العالم حلوة، أنت يعنيك أن تضعها حيث موقعها، فقد تحتاج يوم إلى الشجرة المرة، وقد تحتاج يوم إلى الشجرة الحامضة، وقد تحتاج يوم إلى ما هو حلو في حياتك، وقد لا تحتاج إلى ذلك فيصير ضرر. وهذا كلما اتسع ما يسمى بالوعاء المنهجي للعلم، في علم وفي وعاء منهجي للعلم، فكلما اتسع الوعاء المنهجي اتسع كاتساع الوجود. وأما الوجود هو عبارة عن مواقع محددة، وأرض وبحر وماء وجبال، هذا الموجود ضمنها، لكن ما هو وعاءها؟ وعاءها معرفة هذا الوجود الموجود يسموه الكون. فأنت في منهج الدعوة إلى الله، وخاصة عندما تريد أن تكون راسم منهج، تريد أن تضع لك كما يقول في زمانكم بصمة في الواقع، في العقل، في القلب، في الروح، في مرحلة أنتم ترون ماذا يدور فيها. يدور فيها من الصراع الممنهج ومن الصراع المبذول عليه ما لا داعي لشرحه ونشره والحديث عنه. والعالم منتظر، ينتظرون أن توجد لغة تحمل حقائق هذه الدعوة المحمدية، فإن الجميع في هذا العصر يتكلمون عن الدعوة المحمدية، ويتكلمون عن منهج الرسالة، ويتكلمون عن وسطية الإسلام، ويتكلمون عن حاجة الناس إلى التجديد، ويتكلمون عن ضرورة العودة إلى القرآن والسنة، ويتكلمون عن وجوب دراسة منهج التصوف بحقائقه، ودراسة القرآن بحقائقه، ودراسة السنة بحقائقها، ولكن كل ينطلق من الحال الذي هو فيه، ينطلق من موقعه الذي هو فيه، أو من حالته التي هو فيها، ولا ينطلق من الحالة التي يريدها الله فيه، يريدها الله من الكتاب فيه، ويريدها النبي من السنة فيه. وهذا المشكلة الآن الذي صار الكتاب والسنة، بل وحتى منهجنا، منهج التصوف، صار ينوخ. عرفتم معنى ينوخ؟ يعني نلزمه أن يتقبل عقولنا وأفكارنا وآراءنا، فنجعله مطية للطباع، ولا نجعل الطباع مروضة لأجل تستوعب مجاهدة النفس، مجاهدة القلب، مجاهدة الروح، حتى نسمو بالشعوب ونسمو بالأمم فوق مستوى الطبع. لأن ما الذي أوجد الصراع بين المسلمين؟ الدين ولا طباع المسلمين والطباع البشرية؟ الذي أوجد الصراع ليس الدين، والذي أوجد التنافس ليس الدين، والذي أوجد التحريش ليس الدين، لكن طباعنا في تطبيق الدين، وطباعنا في قراءة شرعنا، وطباعنا في استيعاب منهج الذوق. وكذلك باعتبار أن طبيعة الإنسان المرض، الحقد، البغضاء، الحسد، الكراهية، التنافس، التحريش، حب الذات، حب الامتلاك، هذا شيء طبيعي فينا، هذا شيء أوجده الله في الإنسان. نحن لسنا ملائكة، ولما تخاطب الناس ما تخاطب ملائكة، أنت تخاطب بشر متفاوت في الإدراك والوعي والاستعداد. فكيف عندما نريد أن نعالج هذا الأمر الموجود في الأمم أو في الشعوب، ونحن بعد لم نعالج ما عندنا ونحن دعاء؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لأجل يضع هذا السر في مفهوم الدعوة اشتغل 13 سنة بالدعوة، 13 سنة في مكة وهي دعوة، حتى أوجد هذا الجيل الذي صار يدرك الوعاء كما يدرك ماذا يوضع فيه، يعني يدرك مهمة الوعاء. الإنسان الذي يحمل هذا الفكر، والذي يحمل هذا الدين، والذي يحمل هذه الدعوة، ثم ماذا يوضع فيه؟
كيف يمكن أن يفرغ القرآن والسنة والواجبات الشرعية وما أوجب الله على العباد وما ألزم ضمن هذا الوعاء الذي قد صار محصن وصار يعرف حقائق الأمانة التي يحملها؟ من أين؟ من رؤيته ومجالسته ومجانسته ومصاحبته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل كل صفات السلامة في بناء الأوعية كما حمل كل صفات السلامة في المادة التي توضع في الوعاء، مع العلم أن المجتمع الذي يحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم ملآه بالأفكار ومليء بالتصورات والتوجهات ومليء بالعادات والتقاليد ومليء بنماذج من التدين السابق، وكل أولئك يرون أنهم على حق وأن محمد على باطل، ولذلك وصفوه بالجنون لأن يريد أن يغير الواقع، وصفوه بالساحر لأن بصماته الراعية في الروح مؤثرة، فما عرفوا يعبروا عن قدراته صلى الله عليه وسلم التي برزت على معنى من معاني الانفعال للظواهر أو المعجزات، قالوا ساحر أو كاهن لأنه يخبرهم بما في صدورهم وقلوبهم وما سيأتي، قالوا هذا كاهن. فهم أتوا بالنماذج اللي يعرفوها ما تخلصوا منها، فوصفوا منهج النبوة بالسحر والشعوذة والكهانة والجنون، لأنهم يرون أن المستوى اللي هم فيه صح. وهذه العلة إذا ما تزال من العقول وتبعد عن القلوب وتتهذب منها الأرواح، فإن الإنسان يعيد صياغة الدين مرة أخرى على نفس المنهج، ويطبق القرآن والسنة في المجتمعات على ذات المنهج الجاهلي. اللهم إن اللفظ والعبارة واللغة هي لغة القرآن والسنة، لكن وضعها وتركيبها وإفراغها ومخرجاتها تخدم الشيطان والإنسان لا يعلم. والأمر يقتضي أن نعود إلى الشاشة التي ترونها الآن باعتبارها العاكس الحقيقي للواقع الإنساني والواقع الإسلامي والواقع العربي والواقع المحلي في حياة الأمم والشعوب كلها. عندنا همة أن نحن نقرأ القرآن ونقرأ السنة ونقرأ بناء الروح وبناء القلب وبناء العقل على مقتضى ما عاشته النماذج الواعية في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الدعوة إلى الله بأمرين: أولا بالسند المتصل، والأمر الثاني بالعدالة في الأوعية، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. هذا الدين، هذا واحد مادة، من كل خلف عدوله. بناء العدول العدالة في الجيل، بناء العدالة في الدعاء، بناء منهج العدالة في القلب، بناء منهج العدالة في الروح، بناء منهج العدالة في العقل. هذا الذي من أجله كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصارع زمنه وعصره، ومن أجل ذلك جاء من بعده من الخلفاء الراشدين المهديين. والخلفاء الراشدين المهديين في منهج الدعوة ليس خلفاء الحكم وحده، ولكن خلفاء الحكم وخلفاء العلم. وربما يكون بعض خلفاء الحكم عليهم علامة استفهام عبر التاريخ، لكن خلفاء العلم الذين ارتبطوا بهذا المنهجية بحمل حقيقة الدين وبسلامة العدالة عليهم حسن الاتباع، ومن خلالهم يحصل الانتفاع كما ورد في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. سمعت قبل قليل الكلام عن حبيبنا وشيخنا الحي عبد القادر مثلا، هذا الإمام نموذج في الخلافة، نموذج في الخلافة. النبي علمنا وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، يعني مواقفي ومواقف خلفائي. هذا الخليفة يعرف الكتاب، يعرف السنة، قرأ كتب العلم، قرأ المنهجية الشرعية، قرأ علم الأصول، وأخذ من ذلك نصيب، وصار أحد الرجال الذي يهتدى بهم ويقتدى بهم. عندما نريد أن نتكلم عن هذا النموذج في الخلافة، في كثير من الشؤون قاسم مشترك عند كل علماء الأرض. ما من عالم في الأرض إلا ويقرأ القرآن ويقرأ السنة ويطلع على المذاهب ويطلع على ما يحتاج إليه الناس من شؤون الحياة ويخدمهم ويساعدهم وإلى غير ذلك. وهذا قاسم مشترك عند الجميع. يبقى في ماذا اختصت به الخلافة عند مثل هذا؟ إيه الخلافة؟ هل الخلافة هيمنة على الناس؟
هل الخلافة تخويف للأمم؟ هل الخلافة منهج دعوة يقرع هذا ويشتم هذا ويدمر هذا ويسترق هذا ويكبت هذا ويشتم هذا ويسب هذا؟ هل منهج الدعوة تقرير علمي باعتبار كتاب معين تقرأه وتدرسه؟ هذا ليس منهج الدعوة، هذا عبارة عن مجموع معارف ينقلها الإنسان من الحياة ويصبح يوم من الأيام يعطيها الغير أو ينقلها للجيل الآخر، وهذا كثير في مجتمعاتنا ممن نعرفه بمعلم أو مدرس، وهذا موجود أو داعي في هذا المجتمع. لكن الخلافة التي يقول فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين من كل خلف العدول، هذه ملة التبعيض، من كل خلف، كل خلف، كل زمن، كل عصر في بعض، في مجموعة يقول هؤلاء يحملون هذا الدين. ولهذا نحن لما تكلمنا مع كثير من أهل عصرنا بما سمعنا وما رأينا وما شهدنا وما استوعبنا من سلوك هؤلاء الأئمة، وجدنا أنهم فعلا يحملون هذا الدين في أوعية، وأن هذه الأوعية وجدت من ينميها ويربيها ويوجهها التوجيه السليم، مع وجود الأضداد، مع وجود الأنداد، مع وجود المخالف، مع وجود المعارض، مع وجود الرافض للفكرة، مع وجود المنافس، مع وجود الذي من نفس العائلة ونفس الأسرة ممن يخالفك. كيف كانت هذه الخلافة؟ كانت هذه الخلافة سلامة بناء الأوعية. يعني كما تقرؤون في تاريخ آبائنا وأسلافنا الذين نفاخر بهم ونأمل أن نكون وإياكم جميعا مثلهم، وإن لم نكن مثلهم يقول إذا لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح ولا شيء مخرج غير هذا. أنا الفقير لله على مدى ما قرأت وعلى مدى ما رأيت وعلى مدى ما اطلعت وعلى مدى ما عشت وعلى ما شاهدت من النماذج المتنوعة، ومن جالسنا كانوا في السياسة أو كانوا في الحكم أو كانوا في العلم أو كانوا في الحياة العامة أو كانوا في الحياة الخاصة أو في المسميات الجديدة المطروحة في ساحة الحياة لمعالجة شؤون المسلمين وشؤون غير المسلمين، كلنا لم نرى ولم نجد حقيقة من التجربة الواعية من يمثل منهج السلام مثل ما رأيناه في هؤلاء الشيوخ. وأن هذا المنهج فيه حلول، اللهم إن هذه الحلول لم تبرز على محيط الحركة، ظلت في الصدور لأسباب معينة، حين أن تكون هذه الأسباب المعينة قضاء الله وقدره. ولا من بيصل إلى مرتبة حبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين؟ حد بيصل إليها؟ مرتبة الصديقية الكبرى الكبرى. لكن في عصره ربما لم يقدر أن يجمع مثل ما نجمع من هذا النموذج في الدورات والشباب والارتباطات والكلام في القنوات، ما وجدوا هذا، انحصروا في منطقة معينة وماتوا وهم في خير وبركة. إذن تأتي تنفسات، هذه التي يجب أن يفهمها الداعي، أن في كل عصر يأتي تنفس، وأن هذا التنفس له ارتباط بعالم البرزخ، عالم الغيب، وله ارتباط بعالم الشهادة، وأن الذي يجب علينا أن نرى الخلفاء الذي يتكلمون عن العالمين، يتكلموا عن عالم الغيب بما يتناسب مع الزمان والعصر، ويتكلموا عن الشهادة بما يتناسب مع الزمان والعصر، ويجددوا الرؤية. لغة الدعوة إلى الله اليوم التي ترونها في عالمنا المعاصر تعيش أزمة، والمذهبية تعيش أزمة، وحياة الشعوب تعيش أزمة، ومنهج التصوف يعيش أزمة، ومناهج المعارضة للتصوف تعيش أزمة. فالعالم يعيش الآن أزمات، وكل يدلي بما عنده، يتكلمون الناس بما عندهم، وربما يكون كما ورد في أو كما قيل في المثل العربي، وكل إناء بالذي فيه ينضح، الذي في إنائي وإناء غيري هو خير وبركة، لكن كيف أستطيع أن أجعل هذا الإناء يتجدد بالوعي، والذي فيه يتجدد بالعلم؟ فهمتم؟ هذا الوعاء وكل إناء بالذي فيه ينضح، الذي فيه يجب أن يجدد، ماء راكد يجب أن يجدده حتى يصبح هذا المادة الموجودة في هذا الإناء مادة قادرة على التأثير، مادة قادرة على التفاعل، مادة قادرة على الإقناع. هذا المادة الموجودة ضمن هذا الإناء، أيضا تجديد حاجة الإناء أو ذات الإناء
فيما جاءت به الديانة الشرعية التي جاء بها سيد الملة صلى الله عليه وسلم من خلال لأن الإله هو الخليفة، الخليفة هو إله، أواني على معنى من معاني العطاء الرباني يضع الله فيهم هذا الإناء. اليوم نحن نتمنى ونرجو أن يكون فينا وفيكم هذا الاستعداد. أنا لن أكرر كلام تسمعونه في المجالس، ولن أكرر حديث موجود في الكتب، هذا كلام تجده في الكتب، بل ولا أكرر حديث موجود في القنوات، هذا موجود. وكون الإنسان يضيع أوقات الناس لشيء مكرر، وإن كان كما يقول المكرر أحلى، لكن المكرر أحلى في أمور معينة ما هو في كل شيء. نحن اليوم نحتاج إلى تجديد لغة، أو بمعنى لغة الدعوة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في المجتمعات. وأول المجتمعات مجتمعاتنا نحن قبل غيرنا، وأن يكون هذا الإنقاذ على نفس المنهج التربوي العلمي الشرعي الذي ورثناه وأخذناه عن شيوخنا وعلمائنا. ولا أقول عن الطريقة بعمومها، الطريقة بعمومها منهجية عامة، لكن نأخذها عن الخلفاء في الطريقة، فإن لكل طريقة خليفة ولكل مدرسة إمام. فعندما نرجع إلى هذا المفهوم في أن نجعل منهجنا في إعادة معلومات ومرقومات ومهمات الدعوة إلى الله هي بناء حياتنا الخاصة على منهج الأئمة وعلى منهج الرجولة الذي كانوا عليه، لا أقصد على منهج التسليك الذي نحن نسعى فيه، ولكن على ما كانوا عليه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذا مسألة مهمة، فعندما أعلم أن الهداية مبنية على دراسة حياة الخلفاء الأئمة، هنا أنت تستطيع في عصرك وفي زمنك أن تصبح واحد من يخدم هذا المنهج، أو أن تتهيأ لتحمل راية من رايات الخلافة، أو تتهيأ لأجل تأخذ نصيبك من هذا المقام الذي ينفع الله به الناس. أنا عندي مجموعة مهمات تكلمت عنها وكتبتها من خلال تجربة الدعوة أولا التي عشناها تحت إذن شيوخنا، وكلنا وإياكم ثمرة من ثمراتهم وبركة من بركاتهم، لكن الزمن استعجلنا أننا نوجد فرصة سريعة لإعادة ترتيب الوعي الذي يحمي هذه الثلاثة الثوابت. يعني قلنا بناء الروح، بناء القلب بسلامة القلب، بناء العقل، لكن لا يتأتى هذا إلا بإيجاد مفهوم الوعي المرتبط بالشرع. أين الوعي المرتبط بالشرع؟ أنا ما قلت العلم، لأن الشرع ذو علم، لكن الوعي الذي يسمى عندنا الحكمة، ويسمى ثمرات الطاعة، وهو الذي يبلغ بالعقل وبالقلب وبالروح إلى أعلى درجات الصديقية الكبرى. هذا ميراث أمة محمد كلها، ولكن ربما يكون لنا فيه نصيب بالخصوص. ومشايخنا جزاهم الله خير بذلوا جهد جهيد في إبرازه وفي إحيائه في علاقتهم بالناس وسلوكهم العام وسلوكهم الخاص، وفيما رأينا وفيما سمعنا وفيما نقرأ. وإذا تريد أن تعرف هذه المراتب من كلام مثلا حبيبنا عبد القادر، اقرأ كلامه، تتبعوا كلامه، وكما أتمنى من هذا الجيل أن يأخذ هذه الكتب التي تكلم فيها وجمعت وخرجت من الأشرطة، وترون منهج البناء الروح منها، بناء القلب منها، بناء العقل منها. انظروا في كلامهم، اللهم إن الحبيب لما صاغها صاغها بأسلوب زمانه، وصاغها بأسلوب عصره، وتكلم عنها بلغة واقعه. والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين لما يتكلم في كلامه يتكلم بلغة واقعه ولغة زمانه ولغة من يعيش معهم من عوام الأمة، فكانت لهجته لهجة تتناسب مع الزمن. ولا يقصد أن اليوم أنا أعيش في هذا العصر لا بد أتكلم هي نفس اللغة، ولا بد أخاطب جيل المرحلة كما أرى الآن ويسمع يقول لك هذا كتابك عادك بسطه وخففه ونقصه وصغره وخلنا نفهمه. هذا الكلام ما يتأتى، لأن الذي يتكلموا في ذلك العصر بتلك اللغة تكلموا مع ما يناسب الزمن. أما أنا اليوم وأنتم فنحن أمام قنوات، وأمام معركة في السماء وفي الأرض، وأمام لغة نسأل الله السلامة تريد أن تجتث من
من الأرض كل منهج السلامة بما فيهم أهل السلامة. وإذا ما تكون روح اللغة التي نتكلم بها ليس مع عوام الأمة، عوام الأمة في جيوبنا، لكن مع الخواص، وخواص الخواص الذي ليسوا من خواص التصوف ولا من خواص الزهد ولا من خواص الطريق، ولكن من خواص الثقافة وخواص العلمنة، خواص العلمانية، خواص العلماء. وهذه مسألة مطروحة في الساحة ومعروفة. إذا أنت تريد أن تغمض عينك ولا تدري بها، هي التي تخترق البيت والأسرة والمنزل والساحة والمكان والزمان والأعلام والأفلام والأقلام والجرائد وكل الحياة، وتتشكل الناس عليها ويتربى الولد عليها. كيف نأخذ هذه المطروحات الموجودة في الساحة ونعيد صياغتها، نقرأها ونفهمها وندرسها ونفهمها ونبدأ نخاطب العصر بلغته؟ وهذا الكلام له شاهد من القرآن: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. صحيح الرسالة انقطعت، لكن إذا كان الرسول وهو نبي يوحى إليه بلسان قومه، فما بال عالم، فما بال داعي؟ إيه اللغة التي نحتاج إليها وإيه اللغة يجب أن نسكت عنها؟ يقوم داعي يتكلم في مجلس يشرح لنا كرامات الأولياء في مجتمع لا يبحث عن الكرامة ولا يسأل عنها. اليوم نجد ناس يجددون كتب ويصورونها ويوزعونها مليئة ببعض الأمور التي يتصيدكم فيها ويتصيد طريقتكم أناس لا يعرف قيمة الصديقية الكبرى ولا بدأ شم ريحها، ويتكلم باسم الكتاب والسنة ويتكلم باسم العلم، لكن ربما يكون فقير عن معرفة علم الإحسان في أبسط دقائقه فضلا عن حقائقه. كيف نتحدث بلغة مع الجميع، وخاصة لما تتكلم مع المثقفين بهذه اللغة التي تعيد فيها بناء العقل؟ وإيه يتناسب معه؟ القرآن. حد من الناس الآن في زمانكم إذا جئت بكتاب من كتبنا وقرأت عليه كرام من كرامات الحبيب عبد الله بن علوي، يستسيغها من غير أصحابنا؟ يكاد إيه لا يسيغه، يكاد يتجرعه ولا يسيغه، ما يقبلها. إذا احترمك بيسكت، بل أولادنا وبناتنا وعيالنا لا يقبلون ذلك. طيب لماذا أنا في أسلوب العصر هذا الذي صار فيلم الكرتون يشكل ولدي، والفيلم يعبث بعقل بنتي وأسرتي، والواقع الموجود المشحون من كل الفضاء والأرض يتحدث بصياغ بإعادة صياغة ما آتي بالقرآن وأجعله حجة الجميع؟ اليوم يوم عودة القرآن والسنة إلى موقعها العالمي. وأقول لشباب الدعوة، إذا ما ندرس الثلاث المراحل التي مرت علينا وهي العلمانية والعلمنة والعولمة بلغة العالمية، بالطبع إحنا سنكون أدنى مجموعات الأرض، ولن تقوم لنا قائمة على الإطلاق، لن تقوم لنا قائمة لإحياء هذا منهج الخلافة، ولن يكون لغيرنا قائمة. لا تصدق أنك اللي تراه في هذا الواقع حل، كل يقدم ما عنده من منهجية لزيادة التحريش وزيادة المنافسة، وكل يريد أن يغرق المجتمع والعياذ بالله في شر ما تعيشه الأمم والشعوب من المفاهيم الناقصة. وسأتحدث عن النقص من أين جاء، وهذا بيدلنا على الركن الرابع، وأن الدعوة إلى الله تحتاج إلى إعادة ترتيب، وأضمن بضمانة الرجولة في الرجال أن إعادة هذا الترتيب ستعطيك لغة وحديث يجعلك تقرأ القرآن بأفضل لغة يقرأها أهل عصرك، والسنة بأفضل لغة يقرأها أهل عصرك، ولا أنت محتاج لأن تتراجع ولا أن تخبي راسك ولا أن تنزل عمامتك ولا أن ترضي فلان ولا علان. سيجد الآخرين الحاجة إليك، محتاجين إليك، يحتاج إليك كل من يعيش على الواقع، لأنك لا تتكلم بلغة المنافسة ولا بلغة التحريش، ولا تبحث عن أن تسقط إنسان لتكون بديل عنه، ولكن لأجل تساعد الناس، تساعد العالم، تساعد الحاكم، تساعد الواقع، تساعد المرأة، تساعد الشاب، تساعد الكبير، تساعد الصغير. على ماذا؟ تساعده على تصحيح وعائه وعلى سلامة ما يوضع فيه. هذا ما أرجو أن نفهمه في هذا المدخل لدخلنا إليه في هذه الدورة.
وأتمنى 10 دقائق ربع ساعة أن يفتح باب النقاش فيما تحدثنا عنه لأجل نساعد بعضنا البعض على أسلوب جديد وهو أسلوب المحاورة. أسلوب المحاورة، أسلوب النقاش، أسلوب مهم. الفقير إلى الله عرفت هذا الأسلوب من مجالس الحبيب عبد القادر. صحيح عشرات من أصحابنا ما يسألون ولا يكتبون، لكن نحن تعلمنا من هذه المجالس ما هو أعلى وأفضل وأكبر من الدراسة الأكاديمية. درسنا في الجامعات وعرفنا كيف نسجل الملاحظات ونسمع الدكاترة يتكلمون، لكن في مجالس هؤلاء الرجال لمجرد محاورة بسيطة، سؤال بسيط، حضور بال، أدب مع الشيخ، حسن تلقي، حسن تفهم، عدم الانشغال بالداخل والخارج، تجد نفسك أنك استوعبت أولاً الهدوء والسكينة والنظر من هؤلاء الرجال حتى يعرفون أن هذا القلب عنده استعداد. فهمت؟ القلب عنده استعداد، إذن الروح عندها استعداد، إذن العقل عنده استعداد. إذن يعيد هذا الصياغة من خلال الإشارة. خذ هذا الكتاب اقرأ فيه، هات القصيدة هذه انشدها، خرج إلى هناك هات الكتاب الفلاني، روح زر فلان، خدم فلان، تعال الساعة كذا كذا في المجلس، تعال عند فلان بنحضر بنزوره. الناس يعتقدون أنها عادة من العادات، هي بناء روح، بناء عقل، بناء قلب، صلاح جوارح. فلذلك صارت أنفاسهم بركة، والجلوس معهم بركة، وذهابهم عن الأمة ذهاب بركة. لكن تستعيد الناس هذا الشرف، تستعيد الناس هذا الوعي، تستعيد الناس هذا الإدراك كما قلت لكم بلغة الزمان. نحن نحتاج إلى رفع مستوى اللغة فقط، وقد يكون فينا ولله الحمد من ساداتنا بني علوي من غيرهم، الفقهاء الأفاضل، الشعراء الأفاضل، المحدثون الأفاضل، ممكن وقد لا يكون. نحن اليوم نحتاج إلى كل هذا، نحتاج إلى المحدث، نحتاج إلى العالم النحرير، نحتاج إلى المفسر، نحتاج إلى الفرضي، نحتاج إلى اللغوي، نحتاج إلى النحوي، نحتاج، لأن المجتمعات ما تقوم إلا بهذا التكامل. لكن كل ما نحتاج إليه قبل كل شيء إيجاد بناء الأوعية التي تحمل هذا العلم وتحمل هذه النماذج. أين الأوعية؟ اليوم أنا أجد وعاء من أوعيتنا يخاطبك وينظر إليك ويتعامل معك بكثير من الأغراض والأمراض والأعراض التي عاشها في المجتمع، ويلزمك ويلزم الدعوة إلى الله أنك تظل تعيش مسجون حتى هو يرضى عنك ويقول أنك تعرف وأنك رجال، وإذا ما أخذ منك هذه المعرفة رماك وتركك. أنتم اليوم تحتاجوا إلى هذا العطاء. اليوم الحمد لله كما قلت لكم اليوم نحن في تنفس عظيم، زرنا تريم، زرنا البيضاء، زرنا صنعاء، زرنا عدن، زرنا كل الحبايب ورجال الدعوة منا بالذات والذي نحن بصدده، قامت لهم قائمة مباركة وانتشر المنهج ولله الحمد كما هو معلوم في أراضي الله. أنا ما أتكلم عن هذا الانتشار، أنا أتكلم عن مساعدة المنتشرين ومساعدة المعارضين والمخالفين والمنازعين، أن نوجد لهم علاجات تساعدهم على معرفة حقائق الدين، ليس بمنهجنا كمدرسة ولا كطريقة، ولكن كمنهجية إسلامية مربوطة بالنبي محمد ذاته. نعالج قضية أهل البيت بين الإفراط والتفريط، نعالج قضية المذهبية بين الإفراط والتفريط، يعني بمعنى أين نوجد الحد الصحيح من الاعتدال بين الإفراط والتفريط في المذهبية، الإفراط والتفريط الموجود في الصوفية، الإفراط والتفريط الموجود في المخالف والمنازع، الإفراط والتفريط الموجود في الدراسة العصرية. كل نماذج الإفراط والتفريط الموجود في الساحة ما بتعالجه بعلم الفرائض، ولا بتعالجه بعلم الفقه، ولا بتعالجه بعلم الحديث ذاته لمجرد كعلم كمادة، لكن ستستخلص من منهج الدعوة إلى الله ومن أسلوب الدعوة إلى الله ومن سلوك قراءتك للحبيب صلى الله عليه وسلم في معالجته لعصره ولزمنه وما تكلم عنها من المراحل، ما يساعدك على معرفة هذا الجانب، وبهذا نستطيع أن نضع رؤية مناسبة في المجتمعات المعاصرة بكل نماذجها بما فيها كل الدعوات، بأسلوب أكثر تقارب وأكثر تآلف وأكثر تفاهم بعد نهوض ذاتي.
ما يمكن أن أنهض بالآخرين دون أن أنهض بنفسي. وإحياء منهج الخلافة، منهج الخلافة في معرفة حقوق الرجولة في الرجال وشرف السند ومعرفته ومتابعته، ومعرفة شرف الخلافة ومعرفة شرف الرجال الذي يضعهم الله في هذا الباب، كما سمعتم قبل قليل في الكلمة، أنك إذا عرفت هذا المنهج جاءك الميراث، تأتي البركة، يأتي الفتح. كل هذه مسميات ما تجدونها في الواقع ولا في الساحة، أهو الفتح ذا، لكن موجودة في كتب السلف، بل موجودة في كلام النبي محمد. قال له ربه في ساعة من ساعة الانسحاب وهو منسحب: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أهو الفتح. الفتح ما يأتي إلا يا بحرب، يا بدخول مدينة والسيطرة عليها. قال له لا، قال له: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما. والصحابة كل واحد منهم يصير الواحد من الهم والغم الذي أصابهم من الواقع والمحيط ومجريات ما حصل. عندما يكون عندك هذا التفاؤل تعرف أنك لست متصل بالخلق، أنت متصل بالخالق، وأن الخلق فيهم عدول وفيهم خلفاء، اتصل بهم يكفيك، لأن الله جعلهم كما قال في الصحابة: أصحابي بأيهم كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. أنا ما علي من هذا الفوضى العارمة، مضيع وقتي كل يوم تسمع الأخبار ومتابع قال فلان وقالت القناة الفلانية وقال علان، وضاع وقتي. لا أنا في أوراد، ولا أنا في أذكار، ولا أنا في علم، ولا أنا في ترتيب، ولا أنا حتى في إدراك، حتى شتتت الأذهان، صارت الناس تعيش حالة من حالات الشتات الشيطانية الإبليسية التي تدل فعلا على أن منهج التحريش والمنافسة في هذه الأمة قد فعل فعله. إذن نختم مجلسنا بأن نتحدث عن ما دار في هذا المجلس، ومناقشة سريعة لأجل الوصول إن شاء الله إلى جمع الفكرة من خلال ما تتحدثون به أو فهمتموه أو تريدوا أن تفهموه، على أمل أن نواصل إن شاء الله في الغد عنوان جديد وموضوع جديد يتعلق بنفس إعادة ترتيب مفهوم اللغة وإصلاح القلب والروح والجوارح وكذلك العقل. والعفو منكم، تفضلوا. أو يستنتج قانون أو رؤية أو فكرة يخدم بها المجتمع والواقع، وربما تكون هذه الرؤية والفكرة مخالفة للشرع ذاته، لكنها مبنية على عقلانية العاقل، فكر المفكر، استلهامات قراءة الواقع في الحياة. هذا الدين الذي نتمنى أن نجدد رؤية الحياة فيه أو رؤية الفهم فيه، ونتعاون جميعا على إخراج المجتمعات بعمومها وإخراج واقعنا نحن من حالة الركود والإحباط والقلق والتصورات الذاتية إلى المستوى الشرعي، فيكون عندنا همة من همة الشرع، ومحبة من محبة الشرع، وانطلاقات من منطلقات الشرع، وصدق مع الله كما جاء في الشرع. والشرع هو أساساً دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وذاتية فاعتنى بها الحبيب صلى الله عليه وسلم كل اعتناء. وكانت الأمم من سابق تعتني بشيء من ذلك، ولكن ربما اعتنت بها بأساليب غير شرعية، اعتنت بأساليب وضعية. بالطبع فرق بين الأسلوب الوضعي وبين الأسلوب الشرعي. الأسلوب الشرعي المتلقى بالوحي والمرتبط بالمنهج السماوي الذي يأتي به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يسمى منهج شرعي. أما المنهج الطبعي فهو ما يطلق عليه عقلانية العاقل، أو كما سمعتم فكرة المفكر، أو أسلوب الفيلسوف، أو قدرات العبقري في أن يضع منهج أو فكرة أو نظرية أو أي شيء مما يحتاج إليه الناس مستخدمين فيها العقول، وربط العقل بالحياة، تفعيل الحياة نفسها، كما يقولون في المثل: الحاجة أم الاختراع. فممكن أن يخترع أو يكتشف أو يفكر. هي الدعوة التي جاء بها الحبيب عليه الصلاة والسلام بكل ما فيها من تفصيلات، وهذا جانب. الجانب الثاني أو المعادل الثاني هي الذات النبوية نفسها، وكيف حملت هذا الهم، وكيف حملت هذه الدعوة، وكيف بنت الروح، وكيف عالجت موضوع القلب، وكيف أصلحت العقل
حتى تم بهذا كله صلاح الجوارح، وبصلاح الجوارح صلح المجتمع. وهناك حديث دائما نحفظه ونكرره: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح له الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. وهؤلاء الأئمة الذين إن شاء الله ربنا يجعلنا وإياكم ممن ارتبط بهم وأحبهم وتعلق بهم، كانت وظيفتهم بالطبع صلاح هذه الثلاثة: صلاح الروح بما يتناسب مع الروح ومتطلباته، صلاح القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يفتتح هذا المجلس كما سمعتم لثلاثة أمور: الأول التعرف على بناء الروح، والثاني التعرف على إعادة سلامة القلب، والثالث التعرف على أسباب تنمية العقل. هذه الثلاثة هي أساس منهج أهل الله، وهي أساس منهج النبوة، وهي أساس بناء رابطة الأبوة مع البنوة كما سمعتم، ولا غير ذلك. فحيثما تعرفنا على هذه الثلاثة الثوابت وعرفناها بالطبع كما تعلمون فيما نرغب نحن فيه أن يكون بلغة الزمان ومنطق المرحلة التي نحن نعيشها وإياكم، وهذا المنطق أو هذا الأسلوب أو هذه اللغة لا تغير الثوابت، بل تساعد على إيصال الفكرة وعلى خوض المعرفة بما أنتم تحتاجون إليه في علاقتكم بالناس، أو كما سمعنا خروجكم إلى الحياة العامة، فارتباطكم بمنهج الدعوة إلى الله مع الرجال مع النساء، مع الموافق مع المعارض، مع المحب مع المبغض، مع الراغب مع عدم الراغب. وهذه هي الأسس التي تبنى عليها بناء هذه الثلاثة الأمور. قلنا الجانب المتعلق بالروح، الجانب المتعلق بالقلب، الجانب المتعلق بالعقل. هذه الثلاثة